اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج نجوم التحدي. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن مؤسس كتاب برايل وهو لويز برايل. لويز اتولد سنه 1809 في فرنسا، فقد بصره وهو عمره 3 سنين، ده كان عن طريق الغلط لما دخل في عينيه عصايا فيها مسامير من ورشة أبوه. وقتها الدكتور المحلي عالج عينيه وضمده ورتب معاه ليه مع جراح، لكن للأسف عينيه كانت متضررة بشكل مش نسبي وتسببت في عدوة العين التانية. ولما وصل سن 5 سنين كان فقد الرؤية تماما. لقى برايل تشجيع ودعم من كل اللي حواليه انه يتخطى الازمة دي ويواصل حياته، وتعلم ينتقل في القرية لوحده عن طريق العصاية في ايده، ده غير انه كمل تعليمه وابهر معلمينه بقدرته الفظيعة على التعلم اكتر. سنة 1821 قام ضابط في الجيش الفرنسي بزيارة معهد المكفوفين واللي كان برايل التحق بيه، وساعتها قال له انه ابتكر طريقة جديدة ومشفرة للكتابة يقدر الجنود يتكلموا بيها بسرية تامة. في البداية واجه برايل صعوبة في فهم الكتابة دي، واللي كانت عن طريق النقط البارزة او المحفورة، فقام بتقليل العدد الاكثر للنقاط بقى 6 بدل من 12. وفي نفس السنة كان عمره وقتها 15 سنة اشتغل على اختراع طريقة كتابة جديدة. بعد كده قام بتوسيع نظام كتابته وبقى شامل رموز الرياضيات والموسيقى، ونشر اول كتاب بنظام كتاب برايل سنة 1829. بعد كده بقى مدرس في معهد المكفوفين، لكن نظام كتابته تم اعتماده رسميا بعد وفاته. اتوفى برايل وهو عمره 43 سنة بسبب مرضه في طفولته، وللأسف صحته تدهورت لما كبر وبقى يعاني من أمراض في الجهاز التنفسي. مات برايل بس خدم كل المكفوفين وسهل طريقة تعلمهم، وكده نشر علمه في العالم والكل استفاد منه. مات الجسد لكن فضلت السيرة. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. استنونا في حلقة جديدة من حلقات برنامج نجوم التحدي مع رضا على تلفزيون البوابة. انتظروني.